جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. هذا سائل البرنامج يقول: فضيلة الشيخ، ابني عمره 4 سنوات وعند تفصيل الثياب أقوم بطلب مني من الخياط أن يزيد في الطول قليلا تحت الكعبين لأن طول ابني يزداد باستمرار، هل أنا آثم في ذلك؟ نعم، لا يجوز أن يجعل ثوب الذكر سواء كبيرا أو صغيرا نازلا عن الكعبين، لا يجوز هذا، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما كان أسفل الكعبين فهو في النار. نعم.